ومن خلال الأعياد تؤدى أيضاً العديد من الفنون العمانية المغناة مثل فن الرواح بمحافظة مسندم، والذي تقف فيه مجموعة من الرجال في صف شبه مستقيم ومعهم طبولهم من أنواع الرحمن والرنة والكاسر، تصل في مجموعها إلى 8 أو 10 طبول. ويؤدى الرواح في مناسبات عديدة من بينها عيد الفطر وعيد الأضحى، وله شلات مختلفة تختلف باختلاف الوقت الذي تؤدى فيه.